أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الثانية من برنامج هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن بعض الأسس والمبادئ التي يجب معرفتها والتي يستفاد منها في هواية الفلك. ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها في هواية الفلك؟ هناك الكثير من الأدوات، ويمكن أيضا الاستغناء عن كل هذه الأدوات والقيام بالرصد عن طريق أو باستخدام العين المجردة. فكان القدماء يستخدمون فقط العين المجردة في عمليات الرصد وتحديد مواقع الأجرام السماوية لفترات طويلة من الزمن، وهذا قد ساعد العلماء على معرفة حركة الأجرام السماوية وكيفية تحديد مدارات الكواكب، مركزية الشمس، طبيعة مدارات الكواكب الإهليلية. إن النظر بالعين المجردة يكون أفضل عندما يكون الشخص في مناطق المظلمة التي تبتعد عن المدن والتي لا يكون فيها تشويش ضوئي، حتى يستطيع الناظر رؤية الأجرام السماوية بوضوح. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض المواقع الإلكترونية التي ممكن استخدامها لهذا الغرض. هناك سعة كبيرة في أنواع الأدوات الممكن استخدامها في الرصد، فممكن استخدام جهاز الموبايل بحد ذاته فقط لعملية أخذ الصور. يجدر بالذكر أنه من الأفضل أن يكون جهاز التصوير الموبايل ممكن التحكم بالكاميرا الموجودة فيه بصورة يدوية. الطريقة الأخرى هو استخدام كاميرا الموبايل مع المنظار اليدوي، أو استخدام عدسة صغيرة، أو استخدام كاميرا الموبايل مع التلسكوب. الطريقة الأخرى هي استخدام التلسكوب للنظر بدون أخذ الصور، أو استخدام التلسكوب لأخذ الصور باستخدام أنواع مختلفة من الكاميرات، والتي تبدأ من كاميرا الموبايل، ثم كاميرا DSLR، ثم الكاميرات المخصصة للرصد الفلكي. التلسكوب يتكون من جزئين رئيسيين، الا وهو الاوبتيكال تيوب او الجزء البصري، والماونت او الحامل. والحامل ينقسم الى بصوره عامه الى نوعين، اما الحامل اليدوي او الحامل الالكتروني الذي يمكنه متابعه السماء. سوف اتحدث في الحلقات القادمه عن الانواع المذكوره من انواع الرصد، ولكن قبل ان نبدا بذلك يجب علينا معرفه بعض المبادئ في البصريات. اولا البعد البؤري. البعد البؤري هو المسافة بين العدسة أو مرآة التلسكوب ونقطة تركيز الضوء. يدل البعد البؤري عن مقدار تقريب التلسكوب أو تكبيره، فكلما زاد البعد البؤري زادت قوة تكبير التلسكوب، وكلما قل تقل قوة تكبير التلسكوب. أيضا كلما قل البعد البؤري تزداد سعة النظر في عدسة التلسكوب، وكلما زاد تقل سعة النظر في عدسة التلسكوب. الأجرام السماوية الكبيرة مثل القمر تحتاج إلى تلسكوب ذو بعد بؤري قليل، لأن القمر حجمه كبير ولا يحتاج لنا قوة تقريب عالية. النقطة الثانية الأبيرتشر أو قطر التلسكوب. كلما زاد قطر التلسكوب ازداد كمية الضياء التي يمكن للتلسكوب تجميعها وتركيزها في النقطة البؤرية. كلما قل قطر التلسكوب تقل كمية الضياء التي يستطيع تجميعها. الأجرام السماوية الخافتة جدا تحتاج إلى قطر تلسكوب أكبر للاستطاعة من رؤيتها، وخاصة إذا كنا نستخدم العين المجردة للنظر بدون استخدام الكاميرا. الأجرام السماوية الساطعة مثل القمر وبعض الكواكب الكبيرة لا تحتاج إلى تلسكوب ذا قطر كبير للنظر إليها، لأنها ساطعة أصلا. بل حتى مع أصغر أنواع التلسكوبات والعدسات فإنه يتم استخدام بعض الفلاتر لتقليل قوة سطوع هذه الأجرام السماوية للإمكان من رؤية تفاصيلها. وهذا ما يسمى بالمون فلتر، والذي يمكن الحصول عليه من المواقع الإلكترونية الفلكية. النقطة الثالثة الفوكال ريشيو. الفوكال ريشيو أو النسبة البؤرية، ويتم حساب النسبة البؤرية بتقسيم البعد البؤري على قطر التلسكوب. يستفاد من الفوكال ريشيو أو النسبة البؤرية في تحديد سرعة التلسكوب، والمقصود بسرعة التلسكوب هو مدى إمكانية التلسكوب أخذ صورة معينة لجرم سماوي في وقت محدد. وكلما قلت الفوكال ريشيو ممكن أخذ صورة للجرم السماوي بسرعة أكبر من التلسكوب ذا النسبة البؤرية العالية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا تلسكوب ذو نسبة بؤرية تعادل 5، فإن هذا التلسكوب يستطيع أخذ صورة ذات سطوع مماثل لتلسكوب ذو نسبة بؤرية تقدر ب10 بمقدار 5 مرات لو احتجنا لدقيقة لأخذ صورة معينة لجرم سماوي باستخدام
التلسكوب ذو النسبة البورية 5 فإنه يحتاج 5 دقائق باستخدام تلسكوب ذو نسبة بورية 10 ليأخذ نفس الصورة. فلذلك فإن الفلكيين الذين يهتمون بعمليات التصوير الفلكي يهتمون كثيرا باستخدام التلسكوبات ذات النسبة البورية القليلة، لأن هذا يقلل مقدار الوقت المطلوب لأخذ صور الفلكية. ولكن الجدير بالذكر أنه كلما قلت النسبة البورية أيضا زادت سعة أفق الصورة أو الفيلد أوف فيو، ومعنى ذلك مقدار التقريب سوف يقل. فلذلك فإن الفلكيين يقومون بالموازنة بين مقدار التقريب ومقدار النسبة البورية لأخذ الصور الفلكية. النقطة الخامسة هو فيلد أوف فيو أو سعة الصورة. ممكن استخدام بعض المواقع الفلكية مثل موقع تلسكوبيس الذي تجدونه في الرابط لتحديد مدى سعة أفق الصورة، وذلك مفيد في عمليات التخطيط للرصد والتصوير. فكما نرى في هذا الموقع فإنه يمكن تحديد نوع الأداة المستخدمة مثل الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب. أيضا ممكن إضافة العدسة العينية إذا كان الراصد ينظر من خلال العين المجردة، ثم إضافة البعد البوري للتلسكوب، إضافة قيمة المضاعف أو المقلل سوف نتحدث عن ذلك لاحقا. أيضا ممكن إضافة مقدار حجم المتحسس في الكاميرا، ويمكن اختيار الجرم السماوي، ومن خلال ذلك ممكن بالنظر إلى الصورة تحديد مدى سعة أفق نظر التلسكوب في العين المجردة أو على المتحسس للكاميرا. النقطة السادسة حجم الجرم السماوي ومقدار سطوعه. كما قلنا سابقا فإن بعض الأجرام السماوية ذات سطوع عالي مثل القمر، بعض الكواكب الكبيرة مثل الزهرة، المشتري، المريخ، زحل، والتي تكون ذات سطوع عالي والتي لا يحتاج للراصد أن يستخدم تلسكوب ذا قطر كبير للنظر إليها لأنه هي أصلا ساطعة. ولكن تقريب هو يعتمد على مقدار البعد البؤري، فكلما زاد البعد البؤري نستطيع الرؤية إلى تفاصيل أكثر لهذه الأجرام السماوية. أما بالنسبة للسطوع، بعض الأجرام السماوية نحتاج إلى أن نستخدم إلى الفلتر القمري يعمل كعمل النظارات الشمسية حيث يقلل مقدار سطوع هذه الأجرام السماوية حتى نستطيع النظر والاستمتاع بالتفاصيل أكثر لهذه الأجرام السماوية، وخاصة عندما نقوم بالتصوير. النقطة الثامنة هو الميزانية المالية. ممكن القيام بعمليات الرصد والتصوير بميزانية بسيطة جدا، ولا يحتاج أن نشتري الأدوات ذات التكلفة الباهظة، ويمكن التدرج في هذه العملية مع السنين، وسوف نتحدث عن كيف بالإمكان لنا أن نستخدم الأدوات البسيطة في عمليات التصوير والرصد والحصول على نتائج مقبولة. النقطة الأخرى هو قبل الحصول على أي نوع من الأدوات الفلكية يجب على الهاوي أن يعلم أن هنالك فرق كبير بين الأدوات المستخدمة في للرصد بالعين بدون أخذ الصور باستخدام التلسكوب وبعض الأدوات الأخرى، وبين عمليات التصوير الفلكي. فإن عمليات التصوير تحتاج إلى دقة أكبر في الأجهزة المستخدمة، وسوف نتحدث عن هذا في الحلقات القادمة. النقطة الأخرى هي الكاميرات المستخدمة. الكاميرات تنقسم إلى السيموس كاميرا والCCD كاميرا والDSLR كاميرا. الكاميرا الموبايل تعتبر سيموس كاميرا. هذه الكاميرا تتمتع بحساسية أقل من الكاميرات المتخصصة. في كل هذه الأنواع من الكاميرات إذا أردنا أن نأخذ صورة مقبولة لأجرام سماوية يجب علينا الإمكان التحكم في 3 أجزاء رئيسية من عملية أخذ الصورة. الكثير من الكاميرات الموبايل الحديثة تمكن الشخص من التحكم بهذه المعطيات 3 الرئيسية. ألا وهي النقطة الأولى الأبيرتشر أو قطر بؤبؤ الكاميرا. يمكننا التحكم بالقطر بؤبؤ الكاميرا وتغييره، وعادة في عمليات الرصد للأجرام السماوية الخافتة نحتاج أن يكون القطر بأكبر حجم ممكن، وذلك للاستفادة من كل الفوتونات الداخلة أو القادمة من الجرم السماوي لأخذ الصورة. النقطة الثانية هي الـ ISO والذي يتحكم بسطوع الصورة المأخوذة، ويمكننا التحكم به في الكاميرا الموبايل DSLR كاميرا والذي يقابله في الكاميرات الفلكية ما يسمى بالبينينج اند جين. النقطة الثالثة شتر سبيد مدة الالتقاط. طبعا الأجرام السماوية الخافتة تحتاج إلى مدة التقاط كبيرة، فعلى سبيل المثال بعض الأجرام السماوية تحتاج إلى مدة التقاط على الأقل 2 أو 3 ساعات، وكلما زادت مدة الالتقاط فإن التفاصيل ممكن رؤيتها في الجرم السماوي سوف تزداد. وعلى العكس فإن الأجرام السماوية مثل المشتري والقمر فإنها تحتاج إلى مدة التقاط قليلة جدا تقدر بجزء من الثانية. في الحلقة القادمة سوف نكمل الحديث عن التفاصيل البصرية التي يجب معرفتها للتعرف على أنواع التلسكوبات
وكيفية اختيار نوع التلسكوب المستخدم.